المتابعات، ازاي فيروس كورونا غير من هذا الموضوع وايه التداعيات؟ نعرف تفاصيل اكتر، قراءه اكثر عمقا مع الاستاذ احمد ناجي امحى، رئيس تحرير مجله السياسه الدوليه، بينضم الينا عبر الهاتف. استاذ احمد اهلا بحضرتك معانا، مساء الخير. اهلا استاذه دينا، ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. خليني اسال حضرتك استاذ احمد بدايه، من هذا الشكل الجديد اللي بنتابعه كلنا دلوقتي في الجمعيه العامه للامم المتحده، اول مره تعقد الجمعيه العامه بهذا الشكل منذ نشاه المنظمه الامميه عام 45، ازاي هتختلف او هيؤثر هذا الاختلاف على الدبلوماسيه الدوليه استاذ احمد؟ هو من المؤكد ان ده تحدي فرض نفسه مش على أجندة المنظمة الأممية بس، هو فرض نفسه على دول العالم كلها. المنظمة الأممية في الدورة العادية للجمعية العامة 75 مؤكد أن انعكاسات جائحة كورونا واضحة تماما في المشهد اللي احنا شفناه النهاردة. شفنا ده في المشهد اللي كان بيتحدث فيه السيد أنطونيو غورينش في إلقاء كلماته الافتتاحية، مشهد بيدل على كيف أن العالم وسط كل التهديدات التي مر بها في السابق لمشهد هذا الغياب لملوك وزعماء ورؤساء الدول والأمراء عن قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة. إنما الأمم المتحدة حريصة على أن يتم إجراء اجتماعات الجمعية العامة وفقا لما هو مستقر عليه، في حضور للمندوبين الدائمين للدول الممثله في الجمعيه العامه للامم المتحده. واحنا بنتابع مع حضرتك استاذ احمد ومع المشاهدين الكرام اللقطات دلوقتي اللي بنشوفها على الشاشه، هي لقطات حيه يعني مباشره هذا ما يحدث الان. احنا بنشوف دلوقتي يعني المسؤولين بيتحدثوا عن بعد، ده فيديو بيقدم مسجل اصلا او يعني معمول عن بعد وبيذاع داخل القاعه اللي بيحضرها زي ما حضرتك بتقول استاذ احمد مندوب او اثنين من كل دوله. بالضبط يا فندم، هي المندوب الدائم لكل دولة، وإحنا المندوب الدائم بتاعنا في الأمم المتحدة معالي السفير محمد إدريس هيكون بيمثل مصر في الجلسات، هيكون حاضر الشق الإجرائي رفيع المستوى، هيلقي كلمة تقديمية من خلالها هيقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته المسجلة التي اعتمدتها الأمم المتحدة من أجل إذاعتها في القاعة. كلمات كل السادة الرؤساء وفخامة الملوك والأمراء كلها تكون مسجلة بعد اعتمادها في الأمم المتحدة وإذاعتها في القاعة. نعم. المؤكد أن أستاذ أحمد، هل هذه الطريقة الجديدة تفقد هذه الدورة كثير من الزخم؟ لا، هي بتفقد الدورة بس قيمة اللقاء المباشر، قيمة اللقاء المباشر والتنسيق، وإنما مؤكد أنه اختبار جديد لكيفية إدارة العمل عن بعد. العمل عن بعد واضح أنه هو هيفرض نفسه كآلية للتعامل في المستقبل في مناحي كثيرة في الحياة، أحد الجوانب منها احنا بنتعرض فيه الاختبار على مستوى أممي. إنما مؤكد أن اللقاءات عبر الفيديو كونفرنس، لأن ده اختبارات مرت بيها حتى المنظمات الإقليمية، يعني احنا شفنا لقاءات شارك فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستوى منظمة الاتحاد الأفريقي، وكان سيادته فيها مشارك ومعاه زعماء تانيين. شفنا مباحثات مع الاتحاد الافريقي وبشان سد النهضه وبشان العديد من القضايا محل الخلاف في القاره الافريقيه. وكانت دي كلها بتتم عبر لقاءات الفيديو كونفرنس. شفنا مشاركات مهمه للسيد معالي وزير الخارجيه السيد سامح شكري عبر الفيديو كونفرنس في اكثر من لقاء واكثر من مناسبه جرى فيهم الحوار ومناقشات عبر اليه الفيديو كونفرنس. النهاردة ده بيتم اختباره في الأمم المتحدة، إنما مؤكد أن ده هيكون بالتنسيق حول المحاور الرئيسية اللي هتتضمنها الجلسات رفيعة المستوى اللي هتتم في الفترة من 22 ل 30 سبتمبر. دي الجلسات اللي هيتم فيها تقييم دور الأمم المتحدة بعد 75 عام من إنشائها. هل وارد يا فندم انه يعني الملفات تتاثر بفيروس كورونا؟ هل وارد انه الدول مثلا تقدم كلمات او تقدم اولويات او ملفات يعني ما كانتش هي دي اللي هتقدمها لو ما فيش فيروس كورونا؟
بالطبع هتلاقي فيروس كورونا او جائحه كوفيد 19 متصدره للكلمات، يعني حتى الاهتمامات المصريه هتلاقيها منصبه في المقام الاول على جائحه كورونا وكيفيه استغلال المنظمه الامميه من اجل العمل في المستقبل، العمل في مستقبل نريده يتم من خلاله تفعيل دور الامم المتحده والتاكيد على ان العمل الجماعي متعدد الاطراف لمواجهه الكوفيد 19 هو العمل الانسب والذي يتناسب مع مهام الامم المتحده الرئيسيه في تحقيق السلم والامن لشعوب العالم. تحقيق السلم والامن لشعوب العالم النهارده ما بقاش يتعرض بس لمخاطر الحروب والتهديدات، لكن بدا يتعرض لاختبار رفيع المستوى برضه، اختبار لفيروس لا يتعدى حجمه الميكروسكوبي لا شيء، لكنه يهدد حياه مليارات من البشر على وجه الارض. وبالتالي احنا محتاجين الى ان هنلاقي ان ده منعكس في كلمات الدول، يعني اتوقع ان كلمة الدولة المصرية التي سيتفضل بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ستنصب في محورها الاول على فيروس كورونا، وينتقل منها بعد ذلك سيادته الى التأكيد على باقي الملفات. يعني اتصور ان سيادته بعد 75 عام من انشاء الامم المتحده مؤكد ان هو سيتطرق الى اهميه تفعيل دور منظمه الامم المتحده ومنظماتها المتفقة. على ذكر النقطه دي استاذ احمد، يعني بتحتفل المنظمه الامميه باليوبيل الماسي 75 سنه على يعني انشائها. سريعا لو سمحت في خطوط عريضه، يعني هذه المنظمه واجهت انتقادات كثيره على مدار الاعوام من كون انها تقصر في حل الصراعات، احلال السلم والأمن الدوليين هو أصلا الهدف الأساسي من هذه المنظمة مجلس الأمن الدولي. رأي حضرتك في 75 سنة مرت على المنظمة الدولية، أبرز التحديات اللي بتواجهها؟ ليكي كل الحق أستاذة دينا في اللي حضرتك بتتفضلي بيه. مهام الأمم المتحدة الرئيسية هذه المنظمة الأم لدول العالم معنية بثلاثة أمور الحقيقة، ثلاثة أهداف كان ينبغي عليها أن تعمل على تحقيقها: تحقيق التنمية المستدامة لشعوب الأرض، تحقيق السلم والأمن والتعاون بين شعوب الأرض، تحقيق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وليس بمفهوم القانون السياسي الذي اصطلح الغرب على أن يقتصروا بس في تناوله للشأن حقوق الإنسان بصفة عامة. حقوق الإنسان تشمل جوانب أخرى من المفترض أن تطلع بها الأمم المتحدة. طريقة اتخاذ القرار في قلب مجلس الأمن، في داخل مجلس الأمن نفسها بحاجة إلى مراجعة، هيكل العمل داخل مجلس الأمن بحاجة إلى مراجعة، دور المنظمات المخصصة المتخصصة وعلاقاتها بالدول الكبرى بحاجة إلى مراجعة. في قضايا كبرى لم تحسم ملفاتها حتى هذه اللحظة وهي مسببات رئيسية لأزمات كبيرة تعيشها دول المنطقة في الشرق الأوسط على رأسها قضية الإرهاب، دي مؤكد أن الدولة المصرية تتناولها في طرحها. نعم. الإرهاب والدول الراعية دي لابد للمنظمة الأم أن تتخذ موقفا واضحا فيه، ولازم أن هي تراعي في تفعيل دور الدول الكبرى وتفعيل دور مقاربة دولية شاملة تشارك فيها الدول الكبرى والدول المعنية بوقف هذه الأعمال الدنيئة حقيقي، يعني نعم هذه الدول التي تستهدف دولنا. وأنا حاجة أتصور أن إحنا قضية كتير جدا بنعاني منها وهي مسبب رئيسي للإرهاب قضية فلسطين، مؤكد أن الدولة المصرية ستتناولها لأن فلسطين يتم استغلالها من أجل التجنيد للإرهاب. نعم. ومن خلال ذلك تم تدمير العديد من الأوطان زي ليبيا وسوريا واليمن، ودفعنا ثمنا كثيرا للتجنيد على خلفية القضية الفلسطينية. أنا الوقت أن تعمل الأمم المتحدة بجدية على تحقيق قراراتها وتحقيق قرارات مجلس الأمن على الأرض. موضوع الأمم المتحدة الحقيقة حديث يعني طويل، محتاج طبعا محاور كتير. 75 سنة على إنشاء هذه المنظمة، في شأن الملفات الحقيقة لا تنتهي، لكن وقت ضيق. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. شكرا جزيلا يا فندم.